الشفاء بغزة. وزير إسرائيلي يدعو لإنقاء قنبلة نووية على غزة، وردود غاضبة. 4 أسابيع مرت على الصراع المشتعل منذ 7 أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أدت إلى دمار هائل ونزوح نحو 1.5 مليون شخص عن منازلهم في القطاع. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 9770 فلسطينياً، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة وأكثر من 24000 مصاب. الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أفاد بدوره بتلقيهم 2660 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1270 طفلاً منذ بدء الحرب. في اليوم 30 من الحرب تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المكتظ بالسكان. أبرز هذه الغارات شنتها الطائرات الحربية في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، عدا عن غارات أخرى قرب مستشفى الإندونيسي والقدس. القوات الإسرائيلية البرية بدورها واصلت محاولات التوغل عبر محاور عدة داخل حدود القطاع، فيما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته دخلت في معارك وجها لوجه، مؤكدين أنهم هاجموا أكثر من 2500 هدف منذ بداية العمليات البرية. في المقابل أعلنت حركة حماس قصفها عددا من المواقع الإسرائيلية بالقذائف الصاروخية والهاون، والتحام مقاتليها بشكل مباشر مع القوات الإسرائيلية وإعطاب عدد من الآليات العسكرية. عريضة جديدة وغير مسبوقة وقع عليها عشرات الأطباء الإسرائيليين تدعو الجيش الإسرائيلي إلى قصف مستشفى الشفاء المجمع الطبي الرئيسي في قطاع غزة. الموقعون برروا موقفهم بأن المستشفى يضم مقراً للمسلحين الفلسطينيين، لذا فإن قصفه حق مشروع لإسرائيل وفق ادعائهم. تأتي هذه العريضة بعد أيام قليلة من فتوى وقع عليها 43 حاخاماً أجازت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصف المستشفى في حالة اختباء عناصر من حركة حماس في داخله، وهو ما نفته حركة حماس والصحة الفلسطينية في أكثر من مناسبة. الإمدادات الغذائية في متاجر قطاع غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام أخرى، هذا ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. قالت في منشور على حسابها عبر منصة إكس: لقد أصبح الوصول إلى الغذاء الأساسي تحدياً متزايداً في غزة، مؤكدة أنه لن يبقى سوى عدد قليل من المخابز العاملة في القطاع بسبب الدمار المستمر ونقص الدقيق والوقود. كما استشهد المكتب الأممي بتقديرات برنامج الأغذية العالمي والتي تشير إلى أن الإمدادات الغذائية في متاجر غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام أخرى. في خبرنا الأخير، أثارت دعوة وزير التراث الإسرائيلي عنقاي إلياهو قصف قطاع غزة بقنبلة نووية أثار موجة من الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، ما دفعه للتراجع عن تصريحه. الوزير كان قد شدد بأن القطاع يجب ألا يبقى على وجه الأرض وبأن على إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه. هذه التصريحات رفضتها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة. أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد اتخذ قراراً بإيقافه عن اجتماعات الحكومة. في الجانب الفلسطيني عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لتصريحات الوزير، فيما قالت حماس إن هذه التصريحات تعكس الإرهاب غير المسبوق لحكومة إسرائيل، كما أدانت دول عربية عدة هذه التصريحات.